زادوا مليون مليون الوزارة الشفارة زادوا مليون مليون الوزارة الشفارة درهم درهم على الفقراء الفقراء وعم بتضوي الشمس على الدار الحرة عم بتضوي الشمس عم بتضوي الثورة وعم بتضوي الشمس تحية للجميع على هذا الحضور هذه الوقفة الرمزية بالمناسبة الأليمة ديال قتل مواطن مغربي
المواطن المغربي تطحن. الآلة سنعود نكررها، الماكينة ديال الكاميو ديال الزبل حسمة فقط لأنه دار سلف شوية الفلوس ودار كروسة وبغى يقول شرا الحوت من المرصة. إذا في هذه الوقفة التضامنية مع الشاب اللي القى الحتف ديالو بالحسيمية معنا أحد فاعلين الجمعويين بالمحمدية. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمي ديالك؟ جمال الصباح، من الفاعلين الجمعويين مدينة المحمدية. إذا القراءة ديالكم لهذا الشيء اللي وقع في الحسيمة؟ إذا القراءة ديالنا لهذا الشيء اللي وقع في الحسيمة هو مرة أخرى تنعاودوا نرجعوا لواحد الملف اللي كنا طويناه شحال هذه، هو الملف ديال حقوق الإنسان، ونتعاملوا مع الإنسان كإنسان، ما نتعاملوش معاه كأنه أوباش أو كأنه لا الشخص لا ينتمي إلى الوطن أو المواطنين. مرة أخرى نجدد السنكار ديالنا وندين الطريقة البشعة اللي تم القتل بها الشاب مدينة الحسيمة اللي هو بائع الأسماك متجول عن طريق ما بين قوسين عن طريق كاميو ديال الزبل تم الطحن ديالو. إذا فينا هي ديك الاتفاقيات الدولية لحماية الفرد، حماية الجماعة، حماية حقوق الإنسان، فينا هي حتى تفعيل الخطاب الملكي طبعا. طبعا حتى تفعيل الخطاب الملكي على الأرض الواقع تنشوفوا بأن المخزن مازال طاغي، المخزن مازال تيتعامل مع ولاد الشعب كأنهم أوباش، تيتعامل مع المواطن العادي البسيط اللي ما عندوش شي دار اللي غادي يحميه، تعامل معاه بهذه الطريقة. اليوم تيضربوا، ولكن اليوم اللي شفنا كارثة وأنه تعمد يقتل السيد، أن مسؤول أمني في إقليم مدينة الحسيمة تقول لي طحن مو. إذا عندنا واحد حسيمة تقول لي طحن مو، وحنا في 2016 في القرن 21 كاين اتفاقية دولية اللي سينا عليها المغرب ديال حقوق الإنسان، حماية الفرد، حماية الجماعة. إذا شنو الدور ديالنا حنا كمواطنين أو كباعة متجولين؟ اللي غيجي عندك واحد مسؤول اللي غيقول لك طحن مو. إذا شكون حنا؟ بغينا نعرف راسنا شكون. واش حنا بصح تلتمي لواحد الوطن اللي فيه الديمقراطية، وطن اللي فيه الحرية الفردية وحرية الجميع، أو وطن اللي تتحكمه واحد العصابة مشبوهة لأن اللي هي المخزن طحن مو طحن مو؟ علاش؟ اذا غادي نرجعوا لكم من بعد المداخله اللي غادي ننقلوها مباشره ل كلشي شاف المسيره ديال الحسيمه. اسمح لي، الدار البيضاء كلشي في اكادير خارجين فيها المغاربه كيحتاجوا على انه الانسان المغربي ماشي رخيص هاد الطرف. ما نقبلوش، ما نقبلوش انه الانسان تكون المغربي تكون عنده هاد القيمه ديال طحن موت طحن في الماكينه ديال الكاميو تزغل. الانسان المغربي تلاح بحال العزبان وتطحن بحال العزبان، ما مقبولاش. اضعف الايمان نخرجوا نحتجوا، ماشي كل واحد فينا يحتج بوحدو. راه حتى واحد ما راضي الا بالكيران وصحابه، حتى واحد ما راضي. كلشي تيقول اللهم ان هذا مكروه غضبان، الغضب ديالنا بغينا نجمعوه. هذا هو علاش وقفنا هنا، هذا هو الفرق. راه كلشي ما عاجبوش، كلشي ما راضيش، لا على هادشي اللي وقع ولا على داكشي اللي وقع. هادي سنين وهادي زمان، لكن الفرق هو اننا ما كنتجمعوش. جمعوا، احنا تجمعنا اليوم ونتجمعوا باش نعبروا بكلمه واحده وبصوت واحد على الاحتجاج ديالنا، على الادانه ديالنا لهذا الاسترخاص، لهذا القيمه الرخيصه اللي كتعطى الانسان المغربي. ما نرضوهاش في الوسطى، مرضوهاش اي انسان في الارض. لهذا الاعتبار اخواتي اخواني، هذه البدايه، بدايه الاحتجاج. كنحييكم مره اخرى باسم مجموعه من الهيئات، هي الهيئه ما كتمثلش الحق. اذن إذن مشاهدي محمدية بريس في البث الحي والمباشر معنا أحد. السلام عليكم، اسمي ديالك؟ عليكم السلام، إيت به محمد. إذن القراءة ديالكم هادشي اللي وقع في الحسيمة. إيوا، حنا كجميع أفراد الشعب المغربي كندو وكنستنكروا هاد الجريمة اللي هي جريمة بكل المقاييس، اللي فعلا راه هادشي في غاية ديال ما يمكنش تصور بأنه مواطن بأنه يتم الطحن ديالو حي. راه هذا الشيء راه بزاف، يعني هذا الشيء قمه ديال لم يشهد تاريخ الانسانيه بك. ما يمكنش يعني انه جميع شفنا جميع ديال ما عنديش كيفاش تصور باش نعبر لك على الغضب، لانه انسان كما باغي يكون نوعه ديالو، عامل بسيط،
تخدا ليه السلعه ديالو ومصدر ديال الرزق ديالو ويتم الطحن ديالو وهو حي تحت مسمى تحت مسمى تحمو دابا الهاشتاغ اللي كاين اللي غازي الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي تحمو. يعني حتى حنا كافراد كمواطنين مغاربه كنطالبوا بانه الشعب الا كانت الكرامه الانسانيه وكانت سميتو عندهم رخيصه لهذه الدرجه كاملين طحنونا ما ما ما, ما, ما بقى عندنا ما نديروا في هذه البلاد هذا كاملين بغينا نطحنوا. هذا هو هذا الوقفه الاحتجاجيه شكون اللي منظمها اليوم في المحمديه؟ هذه وقفه احتجاجيه جات بشكل دعوا لها مجموعه ديال النشطاء عبر مواقع ديال التواصل الاجتماعي وحضروها مجموعه ديال الفعاليات والهيئات. هذه وقفه جات عفويه من الرساله اللي غادي تحمل للمسؤولين بالرباط. الرساله اللي كنوجه لهاد الناس المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمه هو انه يجب فتح تحقيق نزيه ومستقل ويجب محاسبه جميع من له يد من مباشره او بشكل غير مباشر في قتل هذا المواطن وفي الطحن ديالو بهذا البشاعه وبهذا الشكل. اذا الرساله وصلت معنا الراقي. السلام عليكم السي الراقي. عليكم السلام السي الراقي. اولا بغي نعرف شكون اللي منظم الوقفه الاحتجاجيه وشنو هي الرساله اللي غادي تحمل المسؤولين بالرباط. هاد الوقفه هذه حتى واحد ما كيملك الحق ديال انه يقول حنا اللي دعينا ليها ولا تداعى مجموعه من الفعاليات شي دعا شي باش تكون هاد الوقفه هذه. لهذا اذا هذه ملك ديالنا كاملين. مجموعه من الفعاليات ذات الضمائر الحيه في هذه المدينه هي اللي دعت لهذه الوقفه هذه بشكل سريع شويه وعفوية كثير من العفويه. فبهذه المناسبه كنحيي الجميع اللي حضروا لهذه الوقفه هذه. اذا هذه وقفه ديال فعاليه ديال المحمديه على الموضوع ديال الاستشهاد ديال محسن فكري هذاك الشاب في الولد الحسيمه هذاك الشاب اللي تطحن في الماكينه ديال الكاميو ديال الزبل في الحسيمه فقط لانه بغى يسترزق تسلف شويه الفلوس ودار كروسه ودار شويه ديال شرات شويه الحوت وبغى يبيع وتبعوه قلعوا ليه داك السلعه ديالو ورموها في الكاميو الزبل تبعها هو في الكاميو وخذوه هما القرار. هذا هو هذه الجريمه. خذوا القرار ديال قال لي طحن